تمكنت مصالح الشرطة لأمن حضري 17 بأمن ولاية وهران في عملية نوعية من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، قاموا باستئجار مسكن وتحويله إلى ورشة سرية لتصنيع وتقليد المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، ذلك باستعمال مستحضرات طبية ومزها مع مواد كيميائية مضرة بصحة الإنسان. تم تحرير إجراء قضائي ضدهم، بموجبهم سوف يحالون أمام النيابة الجمهورية في الآجال القانونية.